خلال عام 2022 كان لنا زيارة في العراق، وكانت زيارة مختلفة تماما، شفنا فيها العراق الحقيقي، عراق الفن والثقافة والأدب. صحيح يا سلام، وأيضا مشاهدينا، العراق الحبيب، بلاد الرافدين، العريقة بحضارتها وبثقافتها وبعلمها. لم تفتنا أيضا زيارة بيت للكل للعراق الحبيب. أيضا أنا لم أزورها شخصيا إلى الآن، لكن أكيد رح تكون في إلنا زيارات. سلطنا الضوء على ما تحتويه حضارة الرافدين والعراق من الفن، من الموسيقى، من الثقافة، وأيضا العلماء. سمعنا في حلقة العراق ما قدمته بيت للكل من أجمل الأغاني، من الموسيقى العراقية، من الإرث العراقي، من الشعر العراقي. ولذلك يمكن إحنا في بيت للكل أكيد منغبط أحمد زميلنا من العراق، لأنه عايش في بلد محتوي على كثير من الثقافة والفنون والموسيقى والحضارات والعلم والعلماء. نشوف أحمد أيضا ونسمع شو راح يكون تعليقه على هذا الموضوع. بالتأكيد يا دكتورة، لأن حقيقة المشهد الجميل عندما زرتم العراق، وخاصة في شارع المتنبي، هذا الشارع اللي حقيقة له أثر كبير عند المثقفين العرب، أي مثقف عربي يحضر إلى بغداد، وشاهدتم من خلال عيونكم في هذا الحضور ورونقة هذا الشارع، وأيضا إعادة تأهيله بشكل جديد، بالإضافة إلى كانت هناك جلسات موسيقية كبيرة من خلال المايسترو علاء مجيد وفرقة الموسيقى الكبيرة، التي من خلالها استمتعنا بالأنغام العراقية الأصيلة والمقامات. هذا الإرث الكبير الفني للعراق بمنجز الإبداعي تقدم من خلال فرقة موسيقية كبيرة بأزيائهم، بلبسهم، بثقافتهم، بمفرداتهم العراقية، وأيضا الموسيقى الجميلة التي هي لغة الشعوب الواحدة. استاذ علاء طبعا منورنا ومساء الخير عليك، وحقيقه هذا المشهد المميز للفرقه وحضورك المبهر ايضا. اليوم نتساءل، نتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطوعات مميزه للفرقه تعرض باغاني العراقيه وكانما نسمعها لاول مره، هناك تجدد. شنو الاسقاطات اللي خلاها المايسترو علاء مجيد على هذه الفرقه بانتقاء الاغاني واختيارها؟ نعم، حضرتك تعرف التراث العراقي او التراث بشكل عام لا يمكن التلاعب فيه. يعني لما نتكلم عن تراث مصر مثلا، اذا افترضنا تراث سيد درويش، لا يمكن لاحد ان يتلاعب فيه او يغير مود او يغير الجمل اللحنيه. ممكن التغيير يتم، او اذا ما اسميناه او ان صح التعبير انه الاضافات للتراث هي بالصوره، بالصوت، بالتكنيك، بالملابس، بالاشياء الاخرى المكمله حتى تظهر التراث بصيغه جميله وبصيغه مقبولة لدى الجيل الجديد. أنا شخصيا ما أضفت شيء على التراث العراقي، التراث كما هو، لكن أحيانا أضيف بصمات معينة في البدايات أو القفلات، النهايات، الأغاني، أو لمسات معينة ضمن الغناء، لكن التراث كما هو، لأن هذا يعتبر رسالة ويعتبر أمانة لا يمكن لأحد أن يتلاعب فيه، لأنه هو ملك لأصحابه طبعاً، اللي خلقوه واللي ظل أدنى عشرات بل مئات السنين. فلا يمكن أن نكون إحنا نجي نغير اليوم بطريقتنا اللي نعتقد أنها هي صحيحة.